حبيبي يا احكيلي انس، ايه عامل ايه؟ الاخبار يا حبيبي؟ الحمد لله بقول تمام. لك، بس انا قول كنت مزنوق يعني في الفلوس والدنيا قافله معايا. انا اصلا مكنتش عايز اقول لك بصراحه يعني. طب ايش؟ طب ماشي، هرد عليك بكره. يعني بجد هتديني بجد فلوس؟ اه صح، هرد عليك بكره حبيبي عشان والله. اديك فلوس. حبيبي حضني بقى، لا سعد، حض. مية وخمسين جنيه، تمام. 150 جنيه معايا، شوف بقى ممكن أبقى أشتري إيه بقى بيهم. أنا كده كده بكرة أصلا في واحد صاحبي برضه التاني هيديني فلوس، وفي يوم الخميس الجاي واحد صاحبي برضه قايل له إن أنا قايل له إن أنا مش معايا فلوس، فبرضه هيديني فلوس. فأنا قشطة كده هيبقى معايا قشطة إن شاء الله. أقفل 1000 يوم الجمعة الجاية، أقفل 1000 جنيه من الجمعة الجاية. يلا تمام. ايه يا اسطى، في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا معلم؟ معلش معلش، ايه معلم؟ اسف، فلوس واحد صاحبي يعني كان ليه عندي فلوس. بتهزر؟ امال انت عايز مني ايه؟ مش فاهم. يعني فلوس واحد صاحبي، استنى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كان معاك بتاعة فيزا؟ مش بتاعتي يا عم، هتشوف الاسم مش بتاعتي. ايه ده؟ دي بقى. امال انت عايز مني ايه؟ يا عم يا عم ايوه يا عم، معايا فيزا. انت عايز يعني؟ يا عم معايا يا عم، انا بقى اصحابي ولا اعرفك يا عم ولا اعرفك. مفيش صحاب يا عم في الزمن ده اصلا. لا دي انت بشارك صحابي يا عم في الزمن ده اصلا. لا دي انت بشارك. يا الصحاب وصلت الدرجة دي؟ الصحاب بقت بميت وش يا عم؟ لا يا عم يا عم، وش واحد يا عم، جبل بقى يا عم. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show.